ما هو مرض ماربرغ؟ مرض ماربرغ هو عبارة عن حمى نزفية يسببها فيروس ماربرغ. في الفترة الأخيرة تواردت أنباء من منظمة الصحة العالمية عن وجود حالات محدودة النطاق في كل من جمهورية تنزانيا وأيضا غينيا الاستوائية. كيف يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض ماربرغ؟ تعتبر خفافيش الفاكهة هي الحامل الرئيسي لفيروس ماربرغ، ويمكن أن يصاب الأشخاص بطرق مختلفة، منها الاتصال المباشر بخفافيش الفاكهة أو التعرض لسوائل الجسم لهذه الخفافيش الموجودة في الكهوف أو المناجم في تلك المناطق الموبوءة. أيضاً ممكن أن ينتقل إلى الإنسان عن طريق التعرض لحيوانات أخرى مصابة مثل القردة وحيوان الليمور على وجه التحديد، أو يمكن للشخص أن يصاب بالمرض عن طريق التعرض لأشخاص آخرين مصابين، ويتم الانتقال عن طريق الجروح للجسم المكشوفة أو التعرض المباشر لسوائل الجسم لهؤلاء الأشخاص، أو عن طريق التعرض للأسطح المصابة أو المعرضة لسوائل الجسم للأشخاص المصابين بالمرض. كيف يمكنني أن أحمي نفسي من الإصابة بفيروس ماربرغ؟ أهم نصيحة أود أن أوجهها لكم هي تجنب السفر للدول الموبوءة في الوقت الحالي، كما ينصح بتجنب التعامل المباشر مع خفافيش الفاكهة وأيضا ملامسة الأسطح داخل الكهوف والمناجم في تلك المناطق، بالإضافة إلى أهمية تجنب الاتصال المباشر مع حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها قد تكون قادمة من تلك الدول.